بتتحمل بعكس كتير ما منظرها بيوحي، بتتحمل كتير الشتاء، بتتحمل كتير السقعة، حتى لو نزل عليها تلج برد برد كل شيء بتضلها مضاينة، ببلش تظهر ابتداء من شهر شباط، بتضل تقريبا لشهر ابريل نيسان. عطيتك زهور بنيسان كمان اضعف مضبوط. كمان لكل الاشخاص اللي هن ببلشوا انه يزرعوا من البذور، هلا وقت انه نبلش نزرع بعض البذور ونحضر او نفكر شو بدنا نعمل او شو بدنا نزرع بذور ثانيه. انا معي هون مجموعه من الساشيات، او هي طبيعه كثير غنيه، وبما انه هو بلد كثير كبير بيبقى الفرايتي او التنوع البيولوجي موجود كثير كثير كبير، وبالتالي انواع الازهار اللي موجوده او اللي اصلا صيني هي في كثير اشكال مختلفه. كل هالزهور هدول فينا انه نبلش من هلا نزرعهم، ونحن الاسبوع الجاي رح نبلش نزرع كمان ونفرجي كثير صغار. كثير بدنا ننتبه نحن وعم نفتح الكيس، اوكي، يزرعوا ويجربوا، دائما مفاجآت حلوة بعالم النبات. تاني أو رابع شغلة بدنا نحكي عنها هي الأشجار المثمرة. أشجار مثمرة فينا نزرعها بهالوقت، إجمالا هيدا آخر وقت يعني عنا حديد شهر أدار حتى نحطهم بالأرض، وكمان رح يكون عنا وقفة خلال شهر شباط كيف نقدر إنه نزرع الأشجار المثمرة يلي ما حلو. الأفضل إنه نتركه لأنه هيدي هي الأغصان يلي رح ترجع تزهر وتعطي، ما نكبر كثير. وثاني شيء بدنا نزيد كثير تراب هلا عليها، بدنا نزيد تراب، ايه اكيد ما بعرف اذا عندنا وقت انه نزرعها، بس الريبوتنج هي هينه كثير. شوفي قديش تبلش تنتعش، بلش يغير شكلها وقت تعطيها تراب عن جديد. اكيد بيبقى انه نعبي على التراب كمان التراب، ووقت نعمل ريبوتنج او نغير البو مش لازم انه دغري نحط المغذيات، لازم ننطر على القليله اسبوعين لحتى النبته تبلش ترتاح، تعرف حالها انه هي غيرت بيت، غيرت محل مزروعه فيه، وبعدين بنرجع بنزيد لها المغذيات تبعولها. بدي بس اخر شيء اقول انه هيدي شكلي حلوه كثير، موجوده هلا كمان، وشوفوا الالوان يلي هي موجوده فيها. كثير مهضومه كالا، شو وصل الى السواد تقريبا، والخليط بيناتهم كمان حلو مثل ما عملنا مع البانسي. عن جد كل شيء بوقته حلو، عن جد كل شيء بوقته حلو. وزنابه المزارع عاده معروفه، يعني معروف شو بده يعمل بالاوقات المعينه، يعني خاصه انه نحن الحمد لله عندنا فصول اربعه، عندنا تقسيم ما وقت كتير مضبوط، بس لا بيفتقسوا وبيعرفوا مسبقا انه تقريبا على حسب قديش يعني كيف الركل لورا، كيف كان السنين عم بيكون الطقس، بيصيروا بيحسبوا لقدام شو بدهم يعملوا. وطبعا في عنا اوقات كثير بتبقى مخاطره، بيقولوا مثلا لهيدي الشتوي اللي بتجي باخر اذار او بنيسان، دائما بيجي ايام شتوي بتبقى كثير مأذيه، خاصه بيجي معها برد. شهر الزيتون كثير للزيتون ولكل تبقى بلشت تحمل، وبيجي معها الشتاء والبرد وهيك، بس هذه هي الطبيعه وهذه هي اللعبه مثل ما بتزبط. شهر شباط هو شهر خلص بنبلش اكشن، يعني نحن كنا بشهر جانوري بنكون عم نحضر وعم نفكر وعم نخطط شو بدنا نعمل للموسم اللي جاي. شهر شباط بنبلش فعليا نشتغل بالارض، مش فول سبيد، ولكن هيك بنبلش شوي شوي الاشياء اللي فيك تسبقي انك تعمليها بتبلشيها بهيدا الشهر. ومن اول الاشياء اللي اليوم حابه انه هيك نحكي عنها هي الاشياء الجديده اللي فيك تدخليها على الجنينه، خاصه اذا عم نحكي عن الجنينه للزينه، يعني الجنينه اللي نحن بنقعد فيها. عندنا الكاميليا، رودودندرون والازالي يلي هلا ببلشوا يكونوا موجودين. للاشخاص الباقيين يلي هن منهم عايشين على المرتفعات ويلي حابين كمان انهم يدخلوا اشياء جديده على الجنينه، بريميولا وبانسي هلا كمان بلشوا ينزلوا على المشاتل. هيدي البريميولا يلي شايفينها هون بيها، خاصة إذا بتشوفي تشكيلة الألوان يلي هي موجودة، هيدي البريموفير يلي بنسميها بريموفير، يعني من أول النباتات اللي بتبلش تزهر بيه، خاصة بس